السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين في الدنيا، ويا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما بإذن الله. النهاردة أصدقائي إن شاء الله هنعلن عن الفائزين في المسابقة اللي عملناها في الفيديو السابق، وهيتم سحب الفائزين بشكل عشوائي أمام الجميع. يعني كل الأصدقاء هتشوف السحب عن طريق خدمة اسمها كومنت بيكر. يا ريت يا صديقي لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك، ولو حابب تشير الفيديو ده يبقى كرم كبير منك، ولو لسه جديد اشترك في القناة، وان شاء الله هتكون في مسابقات تانية كتير لتوزيع حسابات ببجي. ودلوقتي يا اصدقاء هنتوجه للموقع اللي احنا هنبدأ نسحب من خلاله الفائزين في المسابقة ده. اصدقائي موقع اسمه كومنت بيكر، يعني تقدر تفلتر الكومنتات وتطلع منها كومنت عشوائي، وده هو اللي هيكون الفائز في المسابقة. تقدر كمان انك تفلتر سواء كومنتات لي انستجرام ليوتيوب لفيسبوك، يعني ده كله تقدر من خلال الموقع ده تعمل الحاجات دي كلها. ولو انت حابب ان انا اسيب لك الرابط بتاع الموقع ده اسفل الفيديو، لو انت حابب تعمل مسابقات كده لاصدقائك في قناتك يعني اوكي مفيش اي مشاكل، اسيب لك رابط الموقع ده موجود اسفل الفيديو في الوصف عشان لو انت حابب تستخدمه. المهم يا صديقي، احنا طبعا الخدمه بتاعتنا يوتيوب، فهنيجي هنا على يوتيوب تولز، وهنيجي هنا على يوتيوب راندوم كومنت بيكر بالشكل ده. هنا طبعا يا صديقي بيقول لك ضيف اليو ار ال بتاع الفيديو، فاحنا دلوقتي ده الفيديو بتاع المسابقة اللي احنا عملناه اللي فيه الجيف اواي، هناخد الرابط بالشكل ده. اوكي حان وقت سحب الفائزين يا اصدقائي، هنا هنبدأ نلصق الرابط بتاع الفيديو بالشكل ده ونضغط على جيت يوتيوب كومنت. طبعا هو دلوقتي هيبدأ يجيب لنا التعليقات بتاعة الفيديو او التعليقات اللي موجودة على الفيديو. لو تلاحظ هنا صديقة عندنا 165 تعليق على الفيديو، اوكي يعني دول هم فعلا اللي اشتركوا في المسابقة. انا معرفش يعني انا اكدت عليكم والله لشروط المسابقة انك انت تعمل كومنت، اهم حاجة كومنت ولايك وشير والحاجات دي، بس اكدت برضو على ان التعليقات مهمة جدا علشان تقدر تشترك في المسابقة. فهم دول اللي اشتركوا في المسابقة 165 صديق. اوكي يا صديقي، ودلوقتي بعد ما عمل لينا او فلتر لينا التعليقات طلع لينا 165 تعليق، ودلوقتي اللحظة الحاسمة. طيب علشان نتفق مع بعض، زي ما انا قلت لكم ان في حساب ايس نجمة وفي حساب ايس بس، فدلوقتي لما نضغط على كلمة ستار هيطلع لينا واحد، اوكي هيطلع لينا فائز. الفائز ده هو اللي هياخد حساب الايس النجمة، اوكي يا صديقي، والفائز التاني هو اللي هياخد الحساب الايس بس. اوكي عشان نكون متفقين، يعني عشان الفائزين ما يقولوش انت ليه طيب اديتني انا حساب الايس بس واديت الفائز التاني حساب الايس النجمة. لا دلوقتي انا هشرط من دلوقتي واقول ان الفائز دلوقتي اللي هيطلع هو اللي هياخد الاس النجمة، اوكي، والفائز التاني هو اللي هياخد الحساب الاس بس. اوكي يا صديقي نبدأ على بركة الله. اوكي هنضغط هنا على ستار، ودلوقتي هيبدأ يطلع لينا الفائز الاول. يا ترى مين؟ اوه ده الفائز الاول يا اصدقائي، وطبعا بيقول لي متابعك على الفيسبوك، والله انت زي العسل يا حبيب قلبي، احلى متابع في الدنيا. اوكي اسمه ام 7 مارد او مش عارف اسمك ايه، بس هو ده اللي كتب تعليق اسمه متابعك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. اوكي حبيبي اتواصل معايا، يا ريت تتواصل معايا. للاسف انت عندك مفيش اي حاجه خاصه بالقناه بتاعتك من التواصل، يا ريت تتواصل معايا سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. ده اسم الفائز الاول اللي هياخد حساب الايس النجمه. الف الف مبروك ليك يا حبيب قلبي. ودلوقتي هنبدا نسحب الفائز الثاني. اوكي هنضغط هنا مره ثانيه. اوكي تمام، هم ال 165، يبقى دلوقتي عرفنا الفائز الاول بحساب الايس النجمه اللي هو ده، بس مش عارف اسمه ايه، ماروده او مارد او حاجه زي كده. دلوقتي اصدقائي نبدا نضغط على ستار علشان يطلع علينا الفائز رقم 2. ستار يا ترى مين سعيد الحظ الثاني اللي هياخد حساب الايس عالم ببجي؟ هو ده اللي هياخد معانا الحساب الايس العادي مش حساب الايس النجمه. الف مبروك يا حبيبي قلبي، هو ده صاحب القناه اللي اسمها عالم ببجي، هو اللي هياخد الحساب الايس الثاني. للاسف حتى مش حاطط اي مواقع تواصل هنا، لكن هو من تركيا. اوكي الف الف مبروك يا حبيبي قلبي، يبقى كده قدرنا نطلع الفائزين
الفائز الثاني اللي هو عالم ببجي اللي هياخد حساب الايس، والفائز الاول اللي هو مارودا او مارد ايا يكن، يعني انت اللي هتاخد حساب الايس النجمه. وان شاء الله اصدقائي اللي مفس معانا باذن الله في الفيديوهات اللي جايه باذن الله هيكون في مسابقات تانية كتير وحسابات تانية كتير هنتم نوزعها على الاصدقاء باذن الله. ده اصدقائي اعلان الفائز في المسابقه، يا ريت اكون وفقت وتكون المسابقه عادله، لان زي ما انتم شفتوا السحب كان عشوائي، يعني مش انا بختار حد كده معين وبقول له خد الحساب، لا السحب كان عشوائي زي ما انتم شفتوا، ودول هم الفائزين. يا ريت اصدقائي الاصدقاء اللي هم فازوا يتواصلوا معاي، ولو هم للاسف ما تواصلوش معايا هبدا اعمل سحب تاني وادي الحسابات لناس تانية، فياريت يعني تتواصلوا معايا عشان تاخدوا الحسابات بتاعتكم. ده اصدقائي الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه ما تبخلوش عليا باشتراك القناه لو ما كنت مشترك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شارك الفيديو مع اصدقائك، وانتظرنا في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله.